يدخلون يفحطون في مزارعهم ويرفعون الصوت ويركبون في الحوض. الناس المثقفة العاقلة الواعية تنبذ الفكر هذا اللي قاعد تسوونه أنتم. أنتم قاعد تسيئون للمجتمعات العربية بشكل عام. الباب للأسف ما يعي خطورة اللي قاعد يسويه. فاللي يسويه في بلداننا وإن كان هو خطأ، لكن هنا حيكون مضاعف. انسى موضوع التجحيز أو كسر القانون، لأن هني ما يتهاونون.